وأعود للملف السوري، وحول ذلك يلتحق بنا من القاهرة المعارض السوري ومدير مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان ميسرة بكور. أهلا بك، ماذا يمثل هذا التقدم الذي حققته المعارضة في ريف حلب الجنوبي وما هي أهميته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. حقيقة هذا التقدم هو جزء من المعركة الأكبر، وهي معركة حلب الكبرى. تحدثنا في مراحل سابقة عن تحرير النقاط الأساسية من في فك الحصار والسيطرة على الكلية الفنية والكلية المسائية، والانكفاء في تلك الفترة إلى تحصين المواقع العسكرية التي تم السيطرة عليها وتأمين طرقات الإمداد والانسحاب. اليوم وبعد تلك الفترة، فترة التحصين وفترة الدفاع التي شنت عصابات حسن نصر الله الإرهابية التكفيرية، شنت حوالي 5 محاولات للهجوم على مواقع في الحمدانية والراموسة والراشدين وتلة المحروقات في جنوب حلب، وضاءت جميعا بالفشل. الآن الثوار تمكنوا من الأرض وبدأوا بالخطوة رابعة باتجاه تحرير معمل الإسمنت والمناطق في الزهراء، مدفعية الزهراء تحديدا، وهي خطوة أيضا باتجاه تحرير كامل حلب من يد عصابات بشار الأسد والمتطرفين وعصابات حسن نصر الله وعصابات خميني في سوريا. إذن هي حلقات ضمن مسلسل تحرير حلب، والأمور تسير بشكل جيد طبعا في حال تم السيطرة الكاملة على معمل الإسمنت، لأن هناك بعض محاولات الهجوم من النجباء وغيرهم من العراقيين تحديدا على منطقة الإسمنت، وهناك قصف روسي مباشر على معمل الإسمنت ضد جيش الفتح. في حال تم السيطرة عليه، بدأ بالأصل القصف على مدفعية الزهراء وتمهيدا للدخول إلى مدفعية الزهراء. إذا تم السيطرة وهو على المعمل الإسمنت فهو نقطة كبيرة جدا ونقطة استراتيجية وهامة. نحن هنا نضمن طريق وممر مهم لمناطق حلب، مناطق حلب التي كانت محاصرة، وطرق امداد واسعة حتى هنا في هذه السيطرة تفقد المنظمات التكفيرية المتطرفة التابعة لإيران وحسن نصر الله والعراق وكل هؤلاء يفقدون أي أمل بالتفكير بالعودة إلى هذه المناطق أو بشن هجمات من أجل السيطرة، لأن أصبحت المسافة كبيرة ونقاط تواجدهم الداعمة لهم بعصابات بشار الأسد وحلفائه لم يعد لديهم نقاط ارتكاز أو نقاط ينطلقون منها، وبالتالي يصبحوا تحرير حلب قاب قوسين أو أدنى حقيقة هذه المرة. نعم، المعارض السوري ومدير مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان ميسرة بكور كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك.